خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا هالة الحملاوي، نتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الفل والخير عليك يا هالة. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا منى، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. نبدأ جولتنا المرورية ونستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وطبعا كالعادة هنبدأ من القاهرة، تحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. في محافظة الجيزة تعالوا نروح شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وطبعا باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات. في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. نروح مع بعض محافظة الإسكندرية، في كثافة مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن فيه كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في بعض الكثافات المرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، ودلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في أمطار متوسطة على مناطق من الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وارد جداً وبنسبة كبيرة أمطار تكون غزيرة ورعدية مساءً على فترات متقطعة. كمان في أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري، بتمتد مساءً لمناطق من القاهرة الكبرى، هتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 27، وأقل درجة حرارة في كاترين 16 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.